بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 33 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يطلب تفسير الآية في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. هذا قاله نوح عليه السلام لقومه: لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إذا كان الله قدر عليهم الغواية فلا ينفع فيهم النصح، والله إنما يقدر هذا لكفرهم وعنادهم وعدم قبولهم للحق. فإنه إذا أصر العبد على الكفر والشرك ولم يقبل الحق، فإن الله جل وعلا يطمس على قلبه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الظالمين. شوف، لا يهدي القوم الظالمين بسبب ظلمهم، الله يعاقبهم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الشيخ، من هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وما واجبنا نحوهم؟ أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله عنهن، وبناته، وأبناء عمه، أبناء العباس، أبناء أبي طالب. هؤلاء هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قرابته، زوجاته وقرابته عليه الصلاة والسلام، وآل أبي لهب أيضا، آل عمه أبي لهب، هؤلاء هم قرابته. نعم. يقول: هل الأولى الإكثار من قراءة القرآن، أم ينوع الإنسان بين قراءة القرآن والذكر المأثور؟ قراءة القرآن هي من الذكر، بل هي أعظم الذكر. وينوع الإنسان تارة يقرأ القرآن وتارة يدعو الله عز وجل، خصوصا أوقات الورد في الصباح والمساء، فإنه يشتغل بالذكر والدعاء، وتلاوة القرآن لها وقت آخر. نعم. أحسن الله إليكم. ما الضابط يا شيخ، يقول هذا السائل، في إطالة صلاة الفجر حسب جماعة؟ لأن هناك بعض الجماعة لا يستطيعون الوقوف، لهم كبار السن، فما الضابط في قراءة القرآن في صلاة الفجر؟ الذي لا يستطيع الوقوف صلي قاعدا والحمد لله، وصلاة الفجر تطول فيها القراءة، ويلزم من ذلك إطالة القيام نسبيا. إطالة القيام نسبيا. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بالسبعين آية إلى المئة، إلى مئة آية. وقد سمى الله صلاة الفجر بالقرآن، قال جل وعلا: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب، ولكن ما حكم تربية الشعر للرأس؟ لأننا نرى بعض الشباب يطولون شعر الرأس، وهل هذا يعتبر من الاقتداء؟ إذا كان على الصفة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم تخذها في شعر الرأس فهو سنة، وهم مأجورون على ذلك. أما إذا كان ليس على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شعر رأسه، فإنها لا تكون سنة، قد تكون مذمومة إذا قصد بها التشبه بالكفار والتشبه بالفساق. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت تقول: دعوت ربي كثيرا في الصلاة وفي خارج الصلاة، لكنني لا يستجاب لي، هل هناك نقص في دعائي؟ ماذا أعمل؟ مأجورين. عليك الدعاء، وأما الإجابة فهي عند الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمصالحك. وقد جاء النهي عن أن الإنسان يستبطئ الإجابة، يترك الدعاء ويقول: قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب. عليه أن يدعو ويلح ويكثر من الدعاء والإجابة، قد يكون الله أخرها لمصلحته، أو أن عنده مانعا من القبول، كالذي يأكل الحرام، الذي يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فأنا يستجاب
الأسباب لذلك. وقد يكون أيضا يدعو وهو غافل القلب، يدعو بلسانه ولكن لا يحضر قلبه حال الدعاء وإنما يكون غافلا. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. الذي يدعو وهو غير حاضر القلب أو لا يوقن بالإجابة هذا لا يستجاب له دعاء. نعم. بعض الناس فضيلة الشيخ يقول السائل يتلثم وهو يصلي، وبعضهم يستند إلى الجدار إذا كان متعبا. لا يجوز الاستناد إلى الجدار إذا كان متعبا ولا يستطيع الوقوف، إنه يصلي قاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التلثم هذا إن كان لحاجة فلا بأس، إن كان لغير حاجة فإنه يكره لأنه تشبه باليهود. نعم. له فقرة أخرى يقول: كيف يحافظ المسلم على الحسنات التي عملها؟ يحافظ عليها بأن لا يفسدها بالشرك، لا يفسدها بالرياء والسمعة، لا يتمنن بها ويستكثرها، لا يسيء إلى الناس ويظلم الناس في أموالهم وفي أبدانهم وفي فإنهم يأخذون من حسناته، يحافظ على أعماله الصالحة. نعم. يقول هذا السائل: تعاني زوجتي هذه الأيام من أمراض مثل الحسد والعين، وكلما قرأت عليها من القرآن الكريم تأثرت، فبماذا توصونني مأجورين والدعاء لها بالشفاء العاجل؟ استمر في الدعاء لها واستمر في القراءة عليها من القرآن ولا تيأس. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للعمرة، إذا كان الإنسان يؤدي العمرة في الأسبوع أكثر من مرة، هل له ذلك؟ وما حدود العمرة والفترة بينها وبين العمرة الأولى؟ لا بأس بتكرار العمرة، لكن الأولى والأفضل أن تكون بين فترة وأخرى، حيث ينبت للإنسان شعر في رأسه أجل أن يحلقه في العمرة بقدر كذا، ولا يتابع بينهما بوقت متقارب مثل باليوم باليوم الواحد مثل ما يفعل بعض الناس. والمنع ما فيه منع، منع ما فيه منع، لكن الأفضل والأولى أن يكون بين العمرتين فترة زمنية يجمم رأسه، كما كان ابن عمر يعتمر إذا جمم رأسه، يعني صار له جمة وهي شعر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بماذا توجهون حيال صيانة المساجد بيوت الله عن الأذى والقذى مهما صغر؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله، المساجد الآن عندنا تقوم الوزارة عليها، وزارة الشؤون الإسلامية وشؤون المساجد يقومون عليها بمستخدمين يرتبونهم لها، فالحمد لله المساجد الآن مصونة ومنظفة، وإذا أراد الإنسان أنه يشارك في تنظيف المسجد فله أجر في ذلك، أو لم يكن هناك مستخدم ينظفه وقام به أحد المسلمين هذا من أفضل الأعمال. كذلك تبخير المساجد وقطع الروائح الكريهة منها وإزالة الغبار والزبالات منها وما يؤذي المصلين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الشيخ، يوجد بخارج المسجد وعند باب المسجد جهاز ينادي بالذكر الوارد عند الدخول وعند الخروج، هل في وضع في بوابات المسجد محذور؟ نعم، هذا لا يجوز، لأنه تكلف ما أنزل الله به من سلطان، والذي يدخل المسجد هو الذي يذكر الله، قدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول مثل ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. فلا تجعل هذه الأشياء الناس يعتمدون عليها، يظن العوام أنها تكفي، هذا لا يكفي، هذا أمر محدث مبتدع. نعم. أحسن الله إليكم. الذي يصلي يا شيخ على الكرسي لعجزه، هل في الأجر سواء مع القائم أم هذا يختلف؟ إذا كان لعذر فلا بأس، إذا كان لغير عذر فإن كانت نافلة فيجوز هذا، لكن له نصف أجر القائم كما في الحديث. أما إذا كانت فريضة وهو جلس للعذر فله أجر القائم بنيته. نعم. جزاكم الله خيرا. للأخت السائلة تقول بأنني منذ سنوات وأنا في المرحلة الثانوية أعاني من وسواس قهري، هذا الوسواس يأتيني في العبادات، هل يعد هذا من صريح الإيمان لي مع أنني صابرة ومحتسبة؟ إذا لم تتكلمي فيه وكرهتيه هذا من الإيمان، كراهته وعدم الكلام به والتلفظ به هذا من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسوسة من الشيطان، عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان والإكثار منها ويزول بإذن الله. نعم. حديث شيخ، هل هذا حديث يقول: من ترك شيئا لله
عوضه الله خيرا منه. لا أذكر حديثا بهذا اللفظ ولكن معناه صحيح. الله جل وعلا قال من يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. هذا السائل يقول لي مجموعة من الأقارب يتعاملون في السحر وقد تأذيت منهم أنا وأهلي وابتعدت عنهم خوفا من أن يضرونني لأنهم يسلكون معي مسلك الانتقام، ما الآيات والأوراد التي تحفظني منهم مأجورين؟ لا يكفي أنك تبتعد عنهم مخافة الإصابة، لا يكفي هذا، لكن تبتعد عنهم لفساد عقيدتهم لئلا يؤثروا عليك في عقيدتك ولئلا ترضى بالمنكر. هذا منكر وهذا كفر. السحر كفر، تعلمه وتعليمه تعاطيه والعمل به كله كفر بالله عز وجل. فابتعد عنهم إذا لم يقبلوا النصيحة ويتركوا السحر ولم تجد من يأخذ على أيديهم من ولاة الأمور، فعليك أن تبتعد عنهم لتنجو بنفسك وتسلم في عقيدتك. أما ما يقرأ لدفع السحر القرآن كله خصوصا سورة الإخلاص والمعوذتين، تردد هذه السور وتقرأهما في الصباح وفي المساء مع الورد، وتكثر من الدعاء والاستعاذة بالله من السحرة ومن الشياطين ومن العائنين والحاسدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يسأل عن حكم تغيير النية في أثناء الصلاة، وهل الرواتب تتداخل؟ النية إذا غير النية من الفريضة إلى نافلة، قلب الفريضة إلى نافلة أثناء الصلاة فلا بأس بذلك، أما العكس لا، لو قلب النافلة إلى فريضة لا يصح هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن عبارة الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر. تهاون، يعني الإصرار يدل على التهاون، وإذا تهاون الإنسان بالمعصية جرته إلى الكبيرة، إذا تهاون بالصغيرة جرته إلى الكبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. عند عمل العبادة والعمل الصالح كيف يزيل الشخص الإعجاب بالنفس؟ تعوذ من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان، وإذا وجد في نفسه رياء أو سمعة فإنه يدفع ذلك ويعود إلى الإخلاص، يستعيذ بالله من الشيطان. نعم. يقول بالنسبة للتورية على الوالدين من حال غضبهما، هل تعد من العقوق يا شيخ؟ التورية في المباح الذي لا يترتب عليه ضرر بأحد تجوز، وأما إذا كان كاذبا في ذلك أو كان يضر بالتورية أحدا من الناس فإنها لا تجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول ما هي الوسائل والسبل التي تجعل اللسان ينطلق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتردد؟ السبل في هذا إذا كان له ولاية سلطة أو هو من ولاهم ولي الأمر الحسبة، هذا من أعظم الوسائل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك إذا كان عنده مقدرة وعلم لكن ما عنده سلطة، عنده لكن عنده علم ومعرفة بالمنكر والمعروف، إنه يستعمل النصيحة ويستعمل التذكير ويستعمل الإنكار المنكر باللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل فضيلة الشيخ يقول أمراض القلوب كيف تهيأ من الغفلة وكيف ترشد إلى الطريق الصحيح؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله جل وعلا تحيا به القلوب وتطمئن به القلوب، يكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، بذلك يشفي الله القلوب من أمراضها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم محمد من الطائف أرسلت بهذا السؤال تقول يوجد لدي حلي فضة لم أستخدمها ومرت أكثر من 20 سنة لم أخرج الزكاة عنها، وفي الوقت الحاضر بعت بعضا منها ب3200 ريال سعودي، والسؤال كم علي أن أخرج من الزكاة للسنوات الماضية؟ إذا كنت اقتنيتيها لللبس تنوين، الكلام على النية، إذا أن النية أنها لللبس ولكن مرت عليها سنين ما لبستيها والنية باقية أنها لللبس فليس فيها زكاة. أما إذا عدلت عن اللبس وجعلتيها للاتجار بها طلب بيعها عندما يكون لها سوق ورواج، هذه فيها الزكاة، الزكاة على وزنها، إذا كانت ذهبا أو فضة فإنها توزن ويخرج ربع العشر من وزنها، يعني يخرج ما يقابل ربع العشر
البشر من وزنها. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يبدأها بالسؤال: ما الرؤية الصحيحة يا شيخ صالح لتفسير القرآن الكريم بالإعجاز العلمي في القرآن؟ لا يجوز تفسير القرآن إلا بوجوه التفسير الصحيحة المعروفة عن السلف. تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بتفسير الصحابة، تفسير القرآن بتفسير التابعين، تفسير القرآن باللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية، هذه وجوه التفسير. أما الإعجاز العلمي فهذا أمر حادث، وهي نظريات قد تخطئ وقد تصيب، ألا يفسر بها كلام الله عز وجل. نعم. أيضا له فقرة أخرى بالنسبة للاستدلال ببعض الآيات بالمعنى، أي تقول فيما معنى الآية كذا وكذا يا شيخ؟ إذا لم يحضرك لفظ الآية فلا بأس أن تذكر المعنى. نعم. يقول بالنسبة لآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، وهل يقال من آداب طلب العلم إغلاق مثلا الجوال عند حضوري للدروس؟ نعم، من الآداب الإصغاء للمدرس والسؤال مع ما أشكل، تأدب معه بحسن تعامل وعدم إغضاب المدرس وعدم تعجيز المدرس والتطاول عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل ملحق المسجد يعتبر جزء من المسجد، وهل في الأجر سواء؟ كل ما كان في مبنى المسجد يحوشه جدار المسجد فإنه من المسجد، ومن عمل فيه عملا بنى في محيط المسجد فله أجر من شارك في بناء المسجد. نعم. تقول السائلة: ما حكم عمرتي أو عمرة المرأة التي أحرمت بالبنطال والنقاب، وهل عمرتها صحيحة، وهل يلزمها فدية لذلك؟ النقاب نعم يلزمها فدية، إلا إذا كانت جاهلة ولا درت إلا بعد ما تحللت من الإحرام فإنها تعذر بالجهل، أو نسيت ولم تفطن إلا بعد أن تحللت ليس عليها شيء. أما إذا كانت متعمدة للبس النقاب هذا محظور من محظورات الإحرام، وفيه الفدية، تخير فيه بين ذبح شاة توزعها على فقراء الحرم، أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، أو صيام 3 أيام، هذه فدية الأذى، وهي لبس النقاب للمرأة إذا كانت متعمدة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.